ناقصني غيرك مسعود. الو نعم مسعود. ايه عزمي طمني عنك. منيح. شو الاخبار؟ الحمد لله منيح منيح، بس كأنه الامور عندك رجعت تكركبت. ما فهمت كيف يعني؟ حلو، الظاهر ما عندك علم. شو صار؟ زوجتك المستقبلية الست زومرة صارت هلأ شريكة بمطعم سفرة فريدة، وفوقها كمان هي أخذت حقوق الاسم. عزمي عزمي سمعاني أنت؟ معك عم بسمع. عم بقول الست فريدة عطت كل هذا الشيء من حالها، بس الظاهر ما عندك علم بهالشيء، ما؟ لا ما عندي علم. ايه مو على اساس انت اللي عم توجه سومرة؟ يعني هذا الشيء اللي قدمته ضمانه للست فريدة؟ يعني بصراحة اللي بتذكره هيك حكيته بغرفتك، إذا ما سمعت غلط. شو عم تحاول تقول مسعود؟ عزمي أنا عم حذرك لأنه بلشت الأمور تطلع من إيدك، ليش عم تعصب علي؟ عزمي سكر. عزمي آخ يا سومرة، آخ ما بعرف شو عم بتحاولي تعملي. يلعن الحظ. ما شاف رسائلي كمان. شو بتحب تتدلل؟ لا هو راح لبسني خاتم كمان. الواحد بيسأل بينشغل باله، بس أبداً. أوه شو هالمفاجأة؟ شو رأيك بهالمفاجأة؟ شو صاير؟ ليش هيك عم تتصرف؟ شو القصة؟ شو مفكر حالك عم تساوي سومرة؟ أنت شو يلي عم تعمله هلأ عزم؟ يعني هالحركات وفايت معصب، شو عم يصير؟ هلا أخدتي المطعم؟ إيه قلت لك إني رح أعرض هالشي عليهم من قبل. وكمان هذا الشي ما كفاكي وأخدتي حقوق الاسم كمان ما؟ شكلك ما توقعت الست فريدة ممكن تعطيني المطعم بهالسهولة، ومشان هيك جاي لهون معصب. بشو غلطت؟ كل يوم عم يمرق عم توقعي بالغلط أكتر سومرة. شو عم تقول؟ ما عم بفهم عليك بنوم، عم تتصرف وكأني غلطانة عن جد. ما عم ترد على اتصالاتي ولا عم بترد على رسائلي كمان. ما بعرف شو اللي عملته غلط، قلت لي رجعي للأسهم ورجعتهم، شو كمان؟ طيب فكرتي فيني سومرة؟ فكرتي بوضعي بالشركة وشو رح يصير فيني؟ قولي. ايه فكرت بوضعك طبعاً، ومشان هيك عطيتها الأسهم، رح تصير المدير التنفيذي. ما قلت لك رجعي الأسهم بدون مقابل سومرة؟ اه بالله شو، ماني مضطرة ضل جوعانة مشان ترتاح الست فريدة. هلا كيف رح نكمل حياتنا سوا؟ كيف بدنا نوثق ببعض؟ ها؟ بالوقت اللي عم خاطر فيه بكل شي مشان سعادتنا طلعتي عم تفكري بحالك وبس يا خانم. رجعت هدول الأسهم لأنك قلت لي رجعيهم ورديت عليهم. كيف بدي فكر فيك أكتر من هيك؟ ما فكرتي فيني. ماشي، ما عاد في داعي تفكري أصلاً. وشو علاقتها فينا؟ شو اللي قصدك تقوله؟ خلص سومرة، كل شي انتهى، كل واحد يروح بطريقه. عزمي شوف، انت هيك عم تجرحني، ما فيك تروح هيك. خلينا نشرب قهوة ونحكي مرة تانية، يمكن نحل الموضوع. اه بعدي سومرة. لا عزمي. أمي جانسو بترجعكي، ما بدي أحكي بأي شيء لو سمحتي.